احتفالات. إذن مشاهدينا، هذه الصور من سماء جمهورية دونيتسك الوليدة المعترف بها فقط من قبل روسيا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هذا المساء ألعاب نارية في سماء هذه الجمهورية الوليدة، والعلم الروسي كذلك نشاهده يرفرف في هذا المنظر، يشار إليه على أنه هذه الصور تردنا إذن من إحدى الجمهوريتين الوليدتين، إذن في إقليم دونباس شرق أوكرانيا. طبعا الخطوة اعتبرتها مثلا بريطانيا بأنها خرق صارخ للسيادة الأوكرانية. الاتحاد الأوروبي قال سنرد بحزم على هذا الاعتراف الروسي باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا. كذلك